تناول 7 حبات من التمر في رمضان سيجعلك كالحصان بعد الإفطار، حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما سوف تستعد شبابك، ولكن احذر أن ترتكب هذا الخطأ الذي يرتكبه الملايين من الناس عند تناول التمر في رمضان. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت التمر في رمضان اضغط لايك، ولو كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. ماذا لو أخبرتك أن هناك غذاء صحيا صغير الحجم، حلو الطعم، سهل الهضم، عظيم الفائدة على صحة البدن، يقوي المناعة ويقي الجسم من السموم، يعالج التهاب وتضخم البروستاتا والضعف والعقم عند الرجال، ومفيد لمرض السكري بنوعيه، ويحسن من صحة القلب، ويعالج أمراض الكبد والكلى؟ حتما سيكون التمر. ويعد التمر من أكثر الفاكهة الطبيعية التي تصلح أن تكون وجبة خفيفة للإنسان، وتتعدد الفوائد الطبية الكثيرة للتمر، حيث أن له خصائص طبية مذهلة ضد الأمراض المزمنة والأمراض الذكورية وارتفاع ضغط الدم. ويعد التمر فاتحة إفطار مناسبة في شهر رمضان، فقد ورد ذكر التمر في السنة النبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ويرتبط التمر دائما في أذهان المسلمين بشهر رمضان المبارك وبتناول 7 تمرات عند الإفطار التي تقي الجسم من السموم، وبالولادة الميسرة إذ أرسله الله إلى السيدة مريم أثناء الوضع. فهل بقيت تلك المعلومات في الموروث الديني فقط، أم كان للعلم الحديث رأي آخر؟ لقد أسهمت العديد من الدراسات العلمية والمختبرية في اكتشاف العديد من فوائد التمر الصحي، وخصوصا أثناء تناوله في شهر رمضان المبارك، وكانت النتائج صادمة، وسوف نعرضها عليكم اليوم في قناة الوصفات الزوجية. ستتعرفون معنا على معلومات وفوائد حصرية لتناول التمر في رمضان لم يخبركم بها أحد من قبل. أولا، لماذا الإفطار على التمر في رمضان؟ بعد الصيام بنحو 16 ساعة في رمضان يهبط مستوى تركيز الجلوكوز والأنسولين في دم الوريد الكبدي، وهذا يقلل بدوره من نفاذ الجلوكوز. ويعتبر التمر في رمضان من أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز، وبالتالي فهو أفضل غذاء يقدم للجسم حينئذ، إذ يحتوي على نسبة عالية من السكريات ونسبة عالية من البروتينات والدهون وبعض الفيتامينات، أهمها ألف وبي 2 وبي 12، وبعض المعادن الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والصوديوم والمغنيسيوم والكوبلات والزنك والفلورين والنحاس والمنغنيز ونسبة من السليلوز. وتناول التمر على الإفطار في رمضان يساعد كثيرا في منح الجسم فوائد عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يوفر التمر الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في الدم، وهذا بدوره يساعد في منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين المعروف باسم تصلب الشرايين، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد في تحسين مستوى السكر في الدم. ومن الفوائد الصحية أيضا لتناول التمر في رمضان هي الحصول على مضادات الأكسدة، فالتمر يوفر العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الزهايمر والضمور البقعي وبعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة والقولون وسرطان البروستاتا. كيف نتناول التمر في رمضان؟ يجب عليك تناول التمر أولا وليس شرب كوب من الماء أو العصير المحلى، فقد أوضحت استشارية التغذية أن الحكمة من بدء الإفطار بالتمر وليس الماء
لكون الماء يروي العطش فقط، ولكنه لا يهيئ المعدة لبدء تناول الإفطار كما يفعل التمر الذي يعمل على سرعة موازنة سكر الدم. فصحيا يجب بدء الإفطار بواحد أو ثلاث أو خمس أو سبع حبات من التمر، ثم تناول كوب من الماء، وبعد ذلك قليل من الشوربة، وبعد أداء الصلاة يمكن إكمال الإفطار، مع الحرص على تناول السلطة مع الطبق الرئيسي. لذا يجدر بنا التنويه أن الإفطار على التمر يكسر حدة جوع الصائم، وهذا يساعدك على عدم تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة الإفطار، كما يمد جسمك بالطاقة في صورة سكريات الفريكتوز والجلوكوز، وهو ما يحتاجه جسمك بعد الصيام. لذا يجب بدء الإفطار بالتمر وليس الماء أو أي عصائر سكرية. فوائد تناول التمر في رمضان: تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والتقليل من فرص حدوث الجلطات. يحتوي التمر على مادة الفلور المفيدة للأسنان، وبالتالي يحافظ عليها من التسوس، ويحتوي التمر على فيتامينات ومعادن كثيرة مثل الحديد وفيتامين بي، وبالتالي يعالج فقر الدم، ويساعد التمر على زيادة هرمون التستوستيرون، والذي يساهم بدور كبير في علاج الضعف والعقم عند الرجال، وكما يحد من الإصابة بالتهاب وتضخم البروستاتا. ويساهم التمر في تقوية الذاكرة والتركيز، حيث يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على فتح الشهية أيضا. ويساهم التمر في علاج التهابات المفاصل ويقوي العظام، ويقلل التمر من فرص الإصابة بالسرطانات. ويحتوي التمر على فيتامين ألف المفيد في تعزيز الخصوبة عند الرجال. يقلل التمر من جفاف وتشققات الجلد، يساعد في تكثيف الشعر ويقلل من تساقطه. يساهم التمر في علاج قرحة المعدة والحرقان وأي آلام تصيب المعدة. ويحتوي التمر على فيتامين جيم الذي يساهم في الحفاظ على اللثة والأسنان، ويتغلب التمر على البكتيريا والجراثيم الموجودة بالجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالأنيميا، ويساعد في تقوية الجهاز العصبي، ويعالج التمر مشكلة الإمساك، ويسهل التمر من عملية الهضم. طرق تناول التمر: يمكن تناوله كفاكهة واحدة تلو الأخرى، على أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونتناول عددا فرديا. يمكن أن نضعه في الحليب المغلي لفترة ساعة إلى ساعتين حتى يبرد ونشربه. فوائد التمر لمرضى السكري: يتجنب مرضى السكري تناول المأكولات السكرية لتجنب ارتفاع جلوكوز الدم، ولهم كل الحق في ذلك، لكن الأمر يختلف بالنسبة للتمر، فقد لوحظ أن تناوله لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في نسبة السكر بالدم، مع كونه حلو المذاق، وذلك لأنه له جانبين فيما يتعلق بالسكري: الجانب السلبي، لأن التمور تحتوي على السكريات بنسب مرتفعة. الجانب الإيجابي، الجزء الأكبر من السكر من نوع الفريكتوز، وهو لا يرفع سكر الدم بنفس سرعة الأنواع الأخرى. هو غني جدا بالألياف الغذائية، ومعظمها غير قابل للذوبان التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والحديد والزنك والفيتامينات A وK وB6، وهي مهمة لمريض السكري. كيف يتناول مريض السكري التمر؟ في السكري من النوع الثاني يمكن التعامل مع التمر كبديل للفاكهة في النظام الغذائي، وأن يتناول المريض من تمرة إلى ثلاثة تمرات تبعا لحجم ونوع التمر وتبعا لنسبة السكري، وتدرج في النظام الغذائي الذي يصفه الطبيب مع ممارسة الرياضة. والآن سنقدم إليكم أفضل الطرق الصحية من قناة الوصفات الزوجية لتناول التمر في رمضان. التمر والزبادي: الزبادي يعد من الأطعمة الأساسية في رمضان، وبالتحديد في السحور، فيمكن تقطيع حبات التمر وإضافتها إلى كوب الزبادي بحيث يكون له نسبة فوائد أكبر من المعتاد. التمر بالحليب: يمكنك تحضير عصير التمر بالحليب في رمضان، فهو مشروب صحي لك ولأطفالك، ولتحضيره ليس عليك سوى وضع حبات التمر مع الحليب في الخلاط حتى يصبح قوامه جيدا، ولست بحاجة لإضافة سكر له. التمر مع القهوة: إذا كنت ممن يتناولون فنجان القهوة مباشرة بعد الإفطار، يمكنك تحضيره وتناول إلى جانبه ثلاث حبات من التمر. حبات التمر المحشية: يمكنك تناول التمر بشكل غير تقليدي من خلال فتحه وإزالة النواة ووضع مكانه الحشوة المفضلة لك.
مثل المكسرات أو زبدة الفول السوداني. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.